علاء في تدهور كبير في صحته، يعني برواية المحامي، وكمان اليوم بالاستئناف ما طبعا حضرها عن طريق السكايب. علاء منهك جدا جدا جدا، فقد من وزنه رقم كبير بالنسبة للمضربين عن الطعام بالوضع الطبيعي، أضعاف يعني ربما ضعف أو أكثر من وزنه، تقريبا منهار جسديا، ما بيقدر يتحرك أبدا، يعني وضعه الصحي يعني برواية المحامي أنه جدا 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 متدهور. بعزل الجلمة، وأنتم بتعرفوا أكيد عزل الجلمة وظروف عزله الصعبة القاسية اللي رح تكون يعني أصعب وأمر بوجوده يعني في هذا المعتقل، ومع الوضع الصحي اللي هو فيه طبعا ما في أطباء. علاء رافض زيارة الطبيب، رافض أخذ المدعمات، رافض أخذ الأدوية، رافض كل هذا الحكي، وبالتالي هذا الحكي أكيد خطر مضاعف على حياته. حالته الصحية طبعا بلغونا المحامي، يعني هيئة شؤون الأسرة بلغونا أنه هو في تدهور كبير في صحته، يعني اللي علاء دعمه إصراره، عزيمته العالية، إصراره على الإضراب اللي مع سوء وضعه الصحي زاد يعني إصراره كمان أضعاف مضاعفة. يعني هو الرسالة اللي وصلتني أنه أنا رغم التعب اللي أنا فيه إلا أنه إصراري صار أعلى وأعلى وأعلى، وأنا هيك ثقتي بعلاء، وأنا ثقتي فيه وعارفة أنا معرفتي بعلاء أنه علاء مش رح يطلع منها إلا منتصر، ورح يطلع منها محقق الهدف اللي دخل فيه من إضرابه. أكيد يعني مش رح يعرضوا عليه أنه تعال روح. العروض اللي ممكن تنعرض مع تجديدات علاء أنا متأكدة أنه رح يرفضها، ومش رح يقبل إلا أنه تكون حريته هي لحل هذا الإضراب. لا شك أن الأسير المعتقل إدارياً لا يجد طريقاً أمامه لكسر هذا الاعتقال الإداري إلا من خلال الخوض معركة مع الخاوية، من خلال ألام جوعه، من خلال تقديم لحمه من أجل انتزاع حريته. اليوم الزميل المهندس علاء الأعرج، يعني وهناك 6 أيضاً من الأسرى المضربين على الطعام لانتزاع حريتهم في معركة الإيرادات. حقيقة هذا الأمر يعني مهم جدا أن يكون هناك انتصار لقضايا الأسرى وتحديدا المضربين على الطعام، وكل نقابة أيضا تنتصر للزملاء ولأعضائها. ونقابة المهندسين اليوم في نابلس مشكورة حقيقة، وقد علقت الجرس، وهذه بخورة إن شاء الله أعمال المجلس النقابي الجديد، بحيث يكون هناك له دور وطني كما كان في السابق أيام المرحوم المهندس حسن القيق أبو سليمان وإبراهيم الدقاق في سنوات منتصف الثمانينيات، عندما كان لهذه النقابة الدور الوطني. نقابة المهندسين اليوم تضم 34 ألف مهندس من كافة التخصصات، وعندما ننتصر لقضايا زملائنا الأسرى نحن ننتصر للحق الفلسطيني وننتصر للقضية الفلسطينية من خلال دعمنا وإسنادنا للأسرى وتحديدا الأسرى المضربين عن الطعام. أنا أأمل من مجلس النقابة الجديد أن يكون المؤتمر القادم تحت عنوان مؤتمر المهندس عباس السيد، هذا المهندس المحكوم 31 مؤبدا، والذي مضى على اعتقاله الأخير حوالي 20 عاما، وأيضا مجموع اعتقالته حوالي 25. وقد حقيقة يعني سعدت جدا أن أرى النقابة يعني تضع على سلم أولوياتها أيضا دورها الوطني من خلال الانتصار لقضايا الأسرى والهموم الوطنية، وأيضا الانتصار للزملاء المهندسين. لا شك يعني أن الأسرى يعني داخل السجون عندما يعني يرفعون يعني شعار الموت أو الحرية، حقيقة هم لا يرغبون بالموت وإنما ينتصرون للحياة من خلال إضرابهم على الطعام، ولكن هذه الإضرابات حقيقة يمكن أن يكون عمرها قصير، وأن ينتزع الأسير المضرب على الطعام حقه بالحرية بأكثر عدد من الأيام إذا كانت هناك فعاليات شعبية ضاغطة لها معنى لها قوة تضغط على الاحتلال. عندما نرى الآلاف يخرجون على سبيل المثال على دوار المنارة وعلى دوار الشهداء في نابلس، يدرك الاحتلال أن هناك ضغط شعبي، لذلك يتجاوب مع مطالب الأسرى المضربين على الطعام. لذلك آمل أن تتسع دائرة المساندين لأسرانا، وأن تتسع دائرة الضغط على الاحتلال من أجل أن ينتزع الأسير المهندس علاء الأعرج حريته،
وباقي الأسرى المضربين عن الطعام. طبعا احنا واجب لنقابة المهندسين ودور كبير لها تقوم فيه اللي هي الدفاع عن الأسرى ووقوف جانبهم في حالة أي اعتقال أو أي معركة بخوضوها، فما بالك معركة الإضراب عن الطعام لأخونا المهندس سميع علاء سميح الأرج اليوم 25 على التوالي. أخونا علاء وضعه بلش يصعب حسب ما بتجينا تقارير المحامين اللي بيزوروه، فكان لدور المهندسين هذه الوقفة وهذه الدعم والإسناد إله ولعائلته وتوجيه رسائل للصليب الأحمر لمؤسسات المجتمع الدولي إنه يجب الضغط على الاحتلال لإنهاء هذه القضية، قضية المعتقلين المضربين عن الطعام كذلك قضية الاعتقال الإداري. أخونا علاء مضرب عن الطعام بسبب اعتقال الإداري اللي هو الظالم لأكثر من مرة صار معتقل إداريا، فهو مضرب عن الطعام لإيقاف حد لهذا الإضراب لهذا الاعتقال. طبعا لن تكون هذه الفعالية الأولى، احنا طبعا في يعني كان تواصل بشكل مستمر مع المؤسسات الدولية والمؤسسات المحلية ومع الأهل والأقارب، فراح يكون في لنا وقفات ثانية عدا عن الزيارات، راح يكون حسب الحالة كيف تتصاعد الأمور راح يكون لنا فيها وقفات وفي يعني استكمال لهذه الوقفات إن شاء الله. وقد نزعوا حياتي دون ذنب فصاروا